السلام عليكم شباب، معاكم ام دي، واليوم بخبركم كيف تقدرون تغيرون الجرعه من الجرعه الصغيره الى الجرعه الكبيره. طبعا بدايه اللعبه يكون عندكم الجرعه الصغيره واللي تلقائيين بتاكله عشان ترجع الهيلث، وبعدين بتشتري الكبيره بتشوف انها ما تتغير. فبخبركم كيف. اول شيء كيف تشترون هالجرعات، تدخلون للشوب، تدخلون على البيسك شوب، تدخلون على البوشنز، من هنا تقدرون تشترون الجرعات. في عندك بافس وهذيله. طبعا الجرعه الصغيره 20% يرجع لك الهيلث، الجرعه الكبيره 25% يرجع لك الهيلث، يعني في فرق كبير، يعني عادي تروح مكان صعب وبينقذك. المهم بشرح لكم، اذا ضغطوا على بلس هني بتشوفون البافس، تقدر تضغط على اي شيء وتستخدمه، يعني تلقائي هذا مو تلقائي. هني يراويك كل البافس، وهناك بعدين بيراويك كل التيرتول انرجيز. هذا الشيء مو مهمه، هذه الانرجي درينك هذا يدبل لك كل شيء، يعني انت لازم تضغط عليه تسكور فيرم. اما هني اضغط ويود، من تضغط يود يعطيك هالخيارات. اذا ضغطت على هالايكون الاولانيه بيوديك للشوب، كان هذا الشورت كت الى الشوب، فهم كيف؟ فالمهم يود امسك وبيراوي كل البوشنز اللي عندك، عندك الجرعات الصغيره وعندك الجرعات الكبيره. من هنا تقدر تغير، تقدر تروح الجرعه الصغيره الجرعه الكبيره على راحتك، يعني اذا رحت مكان بسيط وسهل ما تضيعه. اما هنا اذا مسكته يود يعطيك الخيارات، يا انت تستخدمه عن طريقتك انت مانولي زين، او تسوي اوتو يوز. اذا سويت اوتو يوز من يخلص يستخدمه. حتى هنا اذا ضغطنا على علامه الجير واخترنا مثلا كل شيء هالمواد الموجوده مثل الخبزه وهذا وسويناها كومبليت، يعني ايش بيستوي؟ اذا خلصت الباف بيروح ويعيد يستخدم مره ثانيه. وهذه هي شباب، يعطيكم العافيه، سووا سبسكرايب وسووا فولو على قناتنا على الانستغرام، ويعطيكم العافيه ومشكورين.